the spokesman for the operation in Baghdad. He's the general, Qasim Atat. He speaks for the operation of Baghdad. So he represents the in front of the media. He's the one who can explain with any event, important event. He comes to the media and made the statement for the operation of Baghdad. أخو سيادتكم سألني سؤال قال هل إنه تعريض نفسكم للخطر مجرد إنه تظهرون إن الأمن حقيقي؟ طبعاً وهي هاي مسألة يعني قليلة، هاي مسألة كبيرة هو يعني هذه هي أحد الرسائل اللي عندنا بأنه القوات الأمنية متواجدة من أجل خدمة المواطنين. يقول نترجم بعدين. نعم، ولإشعار المواطنين بأن القوات الأمنية هي تعمل من أجل خدمة الجميع وتهيئة الأجواء لغرض تأدية الطقوس والشعار الدينية. أوكي. السلام عليكم. خلي يصور هاي. لكن مدينة الكاظمية الآن هي محاطة بثلاث أطواق أمنية، وهيئنا حماية مشددة لهذه الأطواق. هناك أربع مداخل في مدينة الكاظمية مؤمنة بشكل كامل، لكن يجب أن لا نغفل من كل المخططات الإرهابية الرامية لتعكير مثل هكذا أجواء. أنا مقاتل موجود الآن في الميدان، أتجول بين المواطنين، أبعث رسالة اطمئنان للجميع بأن القوات الأمنية هي تعمل من أجل خدمة المواطنين وتعمل من أجل حماية المواطنين وتهيئة الأجواء والظروف الآمنة لتأدية الشعائر والطقوس الدينية. هذا من جهة. من جهة أخرى أعطى دفعة من المعنويات للمقاتلين وجود القائد الميداني في الميدان على رأس القطعات، بكل تأكيد يعطي معنويات للمقاتلين وللمواطنين في نفس الوقت. أنا واثق بأنه رجل الأمن الآن يحظى باهتمام كبير واحترام من قبل جميع المواطنين. المواطن العراقي ذكي جدا، يقدر ويحترم ويثمن من يقف إلى جانبه ومن يعمل من أجل خدمته، وهو لا يجامل بهذا الموضوع. لذلك نحن لا يمكن لأفراد بعدد الأصابع أن يقوموا بتأمين الحماية لي من هذه الجموع المليونية. أنا واثق بأن هؤلاء هم الذين يحمون اللواء قاسم عطا أو أي قائد عسكري آخر، ونحن نقول بأن وجودنا هو لغرض الاطلاع على مجريات الخطة الأمنية لإعطاء رسالة اطمئنان للمواطنين بأن القوات الأمنية متواجدة في الميدان ليلا ونهارا وعلى مدار اليوم وتعمل من أجل خدمة المواطنين، ورسالة في نفس الوقت للمجاميع الإرهابية بأن هؤلاء تحدوا كل المخططات الإرهابية بالرغم من وجود محاولات، وجاءوا إلى مدينة الكاظمية وذهبوا إلى مدينة كربلاء وإلى مدينة سامراء وإلى مدينة النجف الأشرف، تحدوا كل الظروف. فعندما نشاهد المواطن الغير مسلح يتحدى الإرهاب ويمشي سيراً على الأقدام إلى كربلاء، من بغداد إلى كربلاء ومن بغداد إلى النجف، فماذا يكون موقف رجل الأمن وهو يمتلك سلاح ويمتلك عجلات مدرعة ويمتلك قدرة تدريبية ومؤهلات تدريبية؟ بكل تأكيد هو يكون متفوق على المواطن. لذلك نحن نقول بأن الخطة الأمنية إن شاء الله نحن لدينا ثقة بأنها تحقق نجاح كبير ونجاح مهم، بالرغم من وجود بعض المعلومات تشير إلى أن العدو يخطط وربما يحاول استغلال بعض الثغرات الأمنية الموجودة، الغفلة، التعب، ما شابه ذلك، ولكن نحن لدينا ثقة مطلقة بأنفسنا ومقاتلينا ومواطنينا بأننا عازمون على تحقيق إن شاء الله النجاح في كل الخطط الأمنية. أهلا وسهلا.
Welcome. Thank you very much. Welcome, welcome. And I want to say good luck for all the work you have. Okay. To do, okay? Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. اريد اقول اني انه هذا المكان انه الان احنا عندنا مليون او اكثر من مليون عسكري. لا وايد. لا 1,070,000 رسميا القوات المسلحه العراقيه في بدايه عام 2009. مو بس بالكامل. وهذا يمثل بالعراق. ايه. وهذا يمثل خمس عدد الشباب. فتصور مقدار العنف اللي موجود عند هذول الشباب حتى يحتاجوا كل خمسه عسكري. اها. لاحظ شلون؟ وانا اعتقد انه العنف ما يتحارم بهالطريقه. العنف يحتاج الى الكثير من الثقافه والكثير من نشر الوعي، لانه مهما كان عدد العسكر، مهما كانت الماكينه العسكريه اللي عندك، فانه هي ما راح تنشر الا ثقافه العنف في نهايه المطاف.